تتواصل إفاضة حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مزدلفة بعد أدائهم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات. ويبيت الحجاج ليلتهم في مزدلفة قبل أن يتوجهوا إلى منى لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وكان وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيع قد أكد في وقت سابق أن خطة تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات قد تكللت بالنجاح، موضحا أن عدد الحجاج هذا العام بلغ نحو 1,845,000 حاج، وذلك من أكثر من 150 دولة. أكدت وزارة الداخلية السعودية اكتمال المرحلة الأولى من خطط أمن الحج بنجاح. وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية من رحلة المشاعر لنقل الحجاج إلى مزدلفة. كشفت الداخلية السعودية عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن هناك تكاملا تام بين جميع القطاعات المشاركة في خدمة الحجاج. والنعمة